احنا بدأنا من 2019 بالتخطيط بشكل سستينبل، بشكل مستدام، بخطة علمية واستراتيجية بأساتذة وخبراء. من ضمن تخطيطنا ان احنا ندعم الكيانات، وده اللجنة البارالمبيك ناشت وبعدين رجعت للوزارة على الدعم، كان على المستوى المطلوب، بدليل ان احنا زي ما انت شايفه اهو قدرنا ان احنا نجيب يعني ملابس على اعلى مستوى. الابطال كانوا في المعسكرات، والحمد لله طبعا كان عندنا دعم من وزاره الشباب والرياضه، ودعم طبعا الرعاه اللي هم اعطوهم لنا. طبعا ده كويس ليه بقى؟ لان انت عارفه زي ما انا قلت، يمكن ان في عندنا الاتحادات الاولمبيه اللي هي فيها لجان بارالمبيه داخله معانا لاول مره في المنافسات بتاعة طوكيو. عندك الريشة الطايرة، وعندك إن شاء الله التايكوندو، وأول مرة طبعا المكفوفين يشتركوا معنا في المنافسات. إن شاء الله هتبقى الدورة الستة ليا، وده ما حصلش قبل كده في تاريخ ولا الأولمبي ولا البارالمبي، إن حد لاعب يجيب 6 ميداليات بارالمبية أو أولمبية على التوالي. وإن شاء الله بإذن الله بحلم إن شاء الله إن أنا أتوج بميدالية من الثلاثة إن شاء الله، وأكمل بيها مسيرتي الرياضية بإذن الله. وكان سلاح ذو حدين، يعني إحنا توقفنا فنزلنا بالكيرف تاني، وبعد كده ابتدأنا نطلع تاني والحمد لله يعني. وكان كويس برضو اللي فيه بعض الناس كان عندها إصابات بدأت تتعافى منها، اللي ما قدرش يكمل رقمه قدر يكمله، فالحمد لله هو توفيق من ربنا في الأول في الآخر يعني. دي تاني مشاركة ليا في الألعاب البارالمبية، وأحلامي طبعا إن أنا يعني أفرح الشعب المصري بميدالية، وخاصة يمكن أنا اللاعب الوحيد في العالم اللي بيلعب تنس طاولة ببقه، فدي يعني بالنسبة لي يعني إنجاز إن أنا إن شاء الله ربنا يكرمني وأحقق ميدالية إن شاء الله لمصر، أفرح بيها الشعب المصري وأفرح بيها الناس اللي واقفين في ظهري من أول ما لعبت تنس طاولة، أمثال كابتن سيد لاشين طبعا صقر العرب ومستورة بتاعتنا كابتن سيد لاشين لاعب نادي الأهلي، فدي حاجة يمكن هتفرحه أكتر مما هتفرحنا احنا، لأن هو فعلا واقف في ظهرنا، يمكن كان موجود معنا في المركز الأولمبي الأسبوع اللي فات. فيعني أنا بتمنى إن ربنا يكرمني فعلا وأحقق حاجة أفرح بيها الناس اللي واقفة في ظهري. أنا هقول لكم حاجة بسيطة خالص، أنا عايز أقول لكم إن احنا كلنا فخورين بيكم وانتوا فرحتنا، وان شاء الله ربنا يوفقكم يا رب وترفعوا علم مصر في طوكيو وترجعوا وتفرحوا كل قلوب الشعب المصري ان شاء الله.